حقيقة حادث مؤلم للغاية، مؤلم لهذا الشاب رحمه الله، ومؤلم لمعانيه في الحقيقة المجتمعية. يعني هذا الشاب لا شك أنه لقي حتفه بهذه الطريقة على مسامع عدد من الناس، الأصل إنه كان يهب لنجدته أو يهب لكفالته، نعينه في هذا الأمر، الأصل إنه المجتمع يعين بعضه بعضا فنمنع عنه الظلم، هذا جانب، ولكن أيضا نسارع لمساعدته وكفالته. يعني مبلغ اللي كان المفروض يدفعه ده إذا وزع على 5 ولا على 10 ولا على كذا فيقضى في دقيقة ولا في دقيقتين. الأصل فينا كمسلمين أن نتواسى فيما بيننا، ما وسعنا الجهد في هذا، وهذا الأمر يعني أسأل الله تبارك وتعالى أن يعيننا جميعا فيه، ونبدأ بأنفسنا، كيف نتواسى فيما بيننا، كيف نأخذ بأيدي بعضنا، حتى لو كانت أحوالنا يعني محدودة أو فقيرة لا بأس. إذا نظر الله تبارك وتعالى إلينا فرأى فينا هذا التواسي فيما بيننا، فالله يرحمنا جميعا، تتنزل رحمة الله ونصرته علينا جميعا. أما إذا تخطف الناس من وسطنا، من بين أيدينا بهذه، أتصور إن هذا الشاب هو ابني أو أخويا أو صديقي أو من أرحامي، هل أقبل هذا؟ هل أقبل هذا على ابني؟ فالأصل في المجتمع أن يكون هكذا، مثل المؤمنين في توادهم وتراحمهم كمثل الجسد الواحد، إذا اشتكى منه عضو تداعى له سائر الجسد، سائر المجتمع. ما ينفعش الجسم مثلا دراعه يوجعه يقول لا أنا ماليش دعوة، ماليش دعوة، كل الجسم يشتكي، كل الجسم يئن ويتألم.